هذه قائمة بأسماء العلماء الذين جرى قمعهم وقتلهم وتكفيرهم ومطاردتهم وإلغاء كل منجزهم العلمي الذي يفتخرون به بعض المسلمين الآن، ويعتبرون بأنه كانت حضارة عربية إسلامية هي التي تأسس عليها الحضارة الغربية. وحتى لو كان هذا صحيح، فهؤلاء هذا مسبة، هذا يعني وصمة عار، أنه هذا الشيء اللي إحنا يعني لا نفكر، إحنا بس مجرد نفكر بالدفاع عن مواقفنا وأخطائنا. لو كان هذا صحيحا، فهذا اللي كان إحنا يعني جحا أولى بلحم ثورة. فأنت إذا هؤلاء تم استفاد منهم الغرب، وتم استفادت منهم، هاي وصمة عار عليك. يعني بالعكس، أنت الآن تنتقد نفسك وكأنك تقول أن المجرم أو الذي جعل الأوروبيين يستفيدون من أناس ظهروا من بيننا وكفرناهم وقمعناهم، والمفارقة من كفرهم ودمرهم وقتلهم وألغى منتجهم وألغى تأثيره يعني عبر التاريخ، هو نفس الآن اللي يفتخر بهم ويقول نحن أسسنا، وأنه ويعتبر أن هذا المنجز هو بفضله هو. في الحقيقة هذا الشيء مناقض أنه كما قلت أن الأديان التوحيدية تظهر للقضاء على أي فرصة لظهور حضارة، لأنه مو إساءة للدين، لا، لأنه يريد يسوي قطيع، هو ما يريد يسوي حضارة. يعني أصلا لازم حتى نعيد تعريف الدين ونعيد تعريف الحضارة والإنسان كما قلت في البداية، وراح أتحدث عن هذه التعريفات حتى نعرف نفرز بين الأشياء، وبالنتيجة راح عندما نفهم كل شيء، كل ذي حق يأخذ حقه. هذه الأمور عندما تتضح أمامنا ينتهي، يعني بعد ذلك ما يحتاج أنت تقول أنت لماذا تقول كذا ولا تقول كذا، أقول لك هذا هو الدين، هذا هو الإنسان، هذه هي الحضارة، وهكذا. الآن ابن سينا مثلا قالوا عنه الذي توفى 428، هذا أمامكم، ممكن توقفون الصورة وتشوفون تفاصيل حتى وخذ هذه القائمة كاملة، ممكن أرفقها بعد ذلك، يعني أنشرها في موقع، ويعني أرفق الرابط بالدسكريبشن. ابن سينا إمام الملاحدة، فلسفي النحلة، ضال مضل، من القرامطة الباطنية، كافر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتفاصيل أيضا. ابن المقفع، هذا توفي سنة 145، كان مجوسيا فأسلم، وعرب كثيرا من كتب الفلاسفة، وكان يتهم بالزندقة، هذا طبعا قتله في البصرة، وهو صاحب كليلة ودمنة، وفعلا هو يعني هو فعلا ضد الدين. هم كلهم، حتى ابن سينا كان لا ينام إذا ما يشرب كأس من الخمر يوميا، فكان يعتبره صحي جدا. فهم هاي يعني هو حر، أنت تجدي هو ضد الدين، يعني لابد أن نعترف به، يعني هؤلاء هو إنسان حر، كيف يكون مفكر؟ لا، هو جزء من القطيع، لا يمكن أن تكون مفكر، يعني لو هاي واحدة منهم، أما أن تكون جزء من القطيع أو أن تكون يعني إنسان منفرد ومنفتح وتحاول أن تفهم وتؤسس لنفسك شيء خاص بك. ابن المقفع جرى تقطيعه وشوي أجزاءه وإجباره على أكلها بنفسه. جابر بن حيان كذلك، الخوارزمي، هذا العملاق صاحب يعني هذا اللي هو الأرقام العربية كما تسمى الآن، وأيضا هو صاحب الخوارزميات الجوريثم اللي الآن هي كل الكمبيوتر والعالم بأكمله قائم على الخوارزميات. الجاحظ، المعتزلي، الكندي يقول هو من أوائل الفلاسفة الإسلاميين، منجم ضال متهم في دينه كأخوانه الفلاسفة، بلغ من ضلاله أنه أنكر الوحي وحاول معارضة القرآن بكلامه، وهذه المصادر. الرازي طبعا الطبيب من كبار الزنادقة الملاحدة، يقول بالقدماء الخمسة الموافق لمذهب الحرانيين السابع، وهي الرب والنفس والمادة والدهر والقضاء، وهو يفوق كفر الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك، وصنف في مذهب هذه وزندقته مشهور. الفارابي من أكبر الفلاسفة وأشدهم إلحادا وإعراضا، كان يفضل الفيلسوف على النبي. ابن الهيثم من الملاحد الخارجين عن دين الإسلام، طبعا ابن الهيثم قصة كل ما يحصروه يبدأ الجنون ويتخلص منه، وحتى ترك البصرة وراح إلى مصر وقال أنا راح استعداد، يعني كان هو صاحب فكرة أسوان، هو من كبار العلماء، يعني وحيد عصره ابن الهيثم لوحده، يعني شخص لا يمكن وصف عبقريته، وهو صاحب شغلة العدسات والأبصار، ومن أوائل العلماء الأوبتكس يعني البصري، علم البصرية. ابن ثابت بن قرة، هذا من صابئي، كافر، فيلسوف، ملحد، منجم، هو وابنه إبراهيم بن ثابت ماتوا على ضلالتهم، قال الذهبي رحمه الله فيهم
يعني ما ادري المهم يعني كفروهم لان هؤلاء هم اللي نقلوا الفلسفه وكانوا من بلاط الخلفاء العباسيين. ابن رشد الحفيد ايضا هذا فيلسوف ضال ملحد، هذا حرقه وكتبه ونفو يعني ابن رشد تعرفونه نفو بقريه يهوديه شمال المغرب وعاش بها حتى مات، وجنازته شائعه بها واحد فقط هو ابن العربي. المعري طبعا هذا المعري يعني هذا مشهور بالزندقة يقولون على طريقة البراهم الفلاسفة، وفي أشعاره ما يدل على زندقته وانحلاله على من الدين. هو يقول اثنان أهل الأرض أهل دين وأهل علم، ما ذكر منشور هذا البيت جدا يعني ما يحضرني الآن أنا حافظه. الطوسي نصير الكفر والشرك والإلحاد، فيلسوف ملحد هذا من كبار الفلك كان وزير لهولاكو. عباس بن فرناس هو فيلسوف موسيقي منجم نسبة إليه السحر والكيمياء. ابن طفيل ابن النديم، وهكذا أسماء كثيرة ممكن تطلعون على التفاصيل والمصادر الكاملة اللي تأكد هذا الكلام. الآن احنا تحدثنا قلنا الدين لا علاقة له بالحضارة، وأن الدين يقف على الضد من الحضارة، وهدف الأساسي القضاء على الحضارة ليس تأسيس حضارة بمعناها المادي الذي يختلط فيه الروحي بالتالي أو بالفكر بالواقع. هاي الحضارة هي اللي تأسست، يعني كل منجزات البشريه هي منجزات حضاريه، ولا ما هي منجزات الدين؟ عندما نجي نشوف منجزات الحضاره منجزات الانسان ونقارنها بمنجزات الدين، ماذا أنا؟ ما هي منجزات الدين؟ يعني سؤال اعطيكم سنه كامله طلعوا لي منجزات الدين، اين هي؟ دعونا نرى منجزات الدين. فعندما مجرد ان تقول منجزات الحضاره، الان انا اتحدث معكم من هذا منجز حضاري، الان كيف اتحدث معكم؟ هاي النظاره اللابسه منجز حضاري، العدسة، الكاميرا، كل شيء، يعني كل هاي الأشياء. فالدين ماذا؟ أين؟ الآن ستجد لي شيء العلاقة بالدين. الآن عندما ترى الإنسان ترى المنجزات الحضارية على محيات، تلقى بالملابس، تلقى بشكله، تلقى بحلاقته، بطريقته بالكلام، تلقى بنظارته، بالموبايل مالته، بالنوع القماش اللي يلبسه، هاي كلها منجزات حضارية. أين الدين؟ جد لي الدين أين؟ الآن عندما ترى أي إنسان يمشي بالشارع تشعر أنه هاي الحضارة لمسات الحضارة موجودة عليه، لكن لا، ربما تجد لمسات الدين عندما تجد لابس لبس فقط، وهذا مو منجز حضاري، مو كوكتيل، هذا هو جاي منتمي إلى قضية مختلفة، مو منجز حضاري. الآن كيف يرى عالم الدين الحضارة؟ كما ترونها أمامكم الآن هاي قائمة جمعتها من خلال عدد من رجال الدين المعروفين وبعضهم سلفيين، راح أتحدث بشكل مختصر، ممكن توقفون الصورة تشوفون تقرونها بأنفسكم. إن الحضارة الإسلامية الصحيحة إن وجدت فستكون زمن الصحابة، في زمن الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ولأن أئمة الدين هم كتائب الله في أرضه. ثانيا أن العلوم الدنيوية هي علوم الأوائل التي قيل أن المسلمين برعوا فيها، وأما علوم الأوائل التي قيل أن المسلمين برعوا فيها فهذه لا نفع فيها ولم تنتشر إلا في وقت مأمون. ويقول شيخ الإسلام يعني يقصدون ابن تيمية إن الله لن يغفل عن المأمون، لن يغفر عن المأمون ما أدخله على المسلمين، بترجمة كتب الفلاسفة اليونانيين. ثالثا أن الفلسفة هي منبع الضلالة ومنجم الباطل، قد عشش بها الشيطان وضرب فيها قبابه، يعني فلسفة هي يعني الشيطان داخل بها وأسس كل شيء بها، أسس يعني الصروحة، وقد حرمها جميع المحققين من العلماء. هؤلاء خالفوا المعقول وأضلوا الأمم. لاحظوا المعقول بالنسبة لهم، حتى تعرفون كلمة عقل، معنى كلمة عقل بالدين وماذا يقصد بها في الآيات القرآنية وفي الحديث النبوي. كلمة عقل لها علاقة بالعاقل الذي يعني يعاكس المجنون، العاقل الذي يرى طريقه، وليس العاقل المعنى الذي يفكر ويستعمل عقله. ممكن يستعمل عقله، لكن يستعمل عقله في ما هو في فهم الدين، ويعني في أخذ في إطاعة التعليمات وتنفيذها، هذا حدود العقل، أكثر من هذا غير مطلوب منه. أما عن الكيمياء فقالوا رابعا، حدثنا عن العلوم الدنيوية والفلسفة والآن عن الكيمياء، هذه اعتبروها أشد تحريما من الربا، وإنما يفعلها شيخ ضال مضل. أما في علم الفلك فقالوا أعلم أن جميع علماء الفلك المسلمين الذين يفاخر بهم المحدثون إنما هم منجمون كهان مثل الخوارزمي وابن البناء والطوسي والمشيطي وغيرهم. أما فن العمارة، وهنا اللي كثير من
من الذين المتملقين للدين يقولون بأن العمارة هي فن إسلامي. فيقول أما فن العمارة فليست في الإسلام من الإسلام في شيء. هذا الشيخ اسمه ناصر الفهد، عند كتاب ممكن تراجعونه وبيه مصادر، أنا مو المهم هو شيخ، المهم المصادر الموجودة والذين ذكروا هذا الكلام. فن الأمارة فليست من الإسلام في شيء، وذكر وهناك حديث يستشهد بحديث الفتح الباري 95 11 جزء 11 صفحة 95، قال الرسول من رواية عمارة بن عامر: إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودية يا فاسق إلى أين. فهذا ما يتعلق بالأمارة. الآن سأصل إلى تعريف الدين والحضارة. تقول أن الدين هو أكبر أعداء الإنسان، لا أعني الإنسان كما الإنسان المنفرد، أقصد أعني الإنسان كمفهوم. لا يفهم الدين وجود شيء اسمه إنسان، الإنسان مفهوم ومقبول فقط عندما يكون منضوي ضمن قطع أو ضمن جماعة. أما الإنسان منفردا فهذا أو منعزلا أو لديه أمر خاص به وأفكار خاصة وأدى خصوصية وشخصية وأدى فرادة خاصة، هذا أمر مرفوض قطعي. طبعا الدين هو عدو أو أكبر أعداء الإنسان، وهدف الأساسي دائما القضاء على هذا الإنسان. يسمي هذا الإنسان المنفرد بالشيطان، هو الشيطان، هو العبارة النفس اللوامة المضلة، هذا هو، هاي يعني الدين هو هيك، مو نهتض ضد هو هكذا. الدين بالتالي هو أكبر أعداء الإنسان وعليه، فإن دينا يؤمن بالإنسان هذا الدين غير موجود، بل لا حاجة لوجود هذا الدين أصلا، لا يؤمن بالإنسان. فسبب بسيط يعني، إذا الإنسان هو موجود فعلا فما الحاجة لصناعة الدين باسم هذا الإنسان، هو موجود فما يحتاج يسوي دين باسمه عليه. فإن تعريف الدين هو فن استعباد إنسان لإنسان واستخدام كل السبل من أجل جعله يحث نفسه بنفسه على الإذعان وإسلام نفسه لصاحب الأمر والصولجة. طبعا والهدف هو انصياء جماعة المؤمنين لحكم الآلهة وطاعة أوامرهم وتطبيق تعاليمهم. كيف يحصل هذا الإذعان؟ طبعا ليس بجعله مبدعا وحرا وقادرا على الإبداع والابتكار وصنع الحضارات، إنما إجادة فن صناعة القطعان أو تحول إلى جزء من هذا القطيع. طبعا هناك أمر أخطر من هذا وربما غير مسبوق، وهو أننا كشعوب لا يوجد. The YubiKey is the physical key to your digital security. Working seamlessly across desktops and mobile, it provides strong authentication. لا يوجد لدينا دين، حتى لو طبقنا جميع تعريفات الدين المعروفة فما الذي سيبقى لدينا؟ لا يمكن هذا الدين، تعريفات الريليجن مثلا وغيرها، هذا لا تنطبق على الدين الموجود لدينا. لدينا كل ما لدينا عصابات متناثرة ومذاهب متفرقة، كل واحد وجماعته وشيخهم. هنالك دول وممالك طبعا، لكن هي مجرد عبارة عن ما أسميه كثبان رملية تتراكم أحيانا ثم تتناثر أثر أي هبة ريح، والأمثلة لا تحصى. يعني مجرد هجمة تتار وصلوا لبغداد، سقط الخليفة وذبحوه بأمر من الطوسي، حتى هولاك كان ما ناوي لهم. أيضا ذكرون صدام، هاي الأجعجعة مالته الضخمة، بلدان هشة دخلوا وانتهى الموضوع خلال أيام. وأيضا داعش احتلت ثلث العراق في كم يوم. وأيضا نذكر، احنا نذكر كيف سقط مبارك والقذافي وبن علي. أنا أذكر أشياء معاصرة، يعني ما أذكر أشياء قديمة، القديمة أكو بالآلاف. الدين بالنسبة إلينا كمفهوم خارج كلمة الدين العربية ليس هو دين الصحيح أو بالمعنى الأكاديمي، أنه مجرد صوت مرفوع على مؤخرة قطيع عليه فقط أن يدعن للأوامر الموجهة لأفراده، وعلى جميع في هذا القطيع أن يسيرون حسب مشيئة الصوت الذي يصاط به ظهرهم. وهي كلمة سياسة، هذا معنى كلمة سياسة، وساسة الخيل، هذا معنى كلمة سياسة، ما لها علاقة بكلمة علم السياسة. أيضا كلمة دين ما لها علاقة بالدين، كل مصطلحاتنا ما لها علاقة لها معنى تراثي يختلف عن معناها المعاصر. كلمة علم أيضا وهكذا، حضارة أيضا تعني شيء آخر. على كل حال هذه المشكلة مو ما لها علاقة بالإسلام فقط، لا هي مشكلتنا، هي مشكلة الطاعة، مشكلة مو بسبب الإسلام، الإسلام هو إفراز من إفرازاتها. يعني هاي المشكلة عندنا عمرها 4000 سنة، والإسلام كان نتيجة واضحة إلها، وكما قلت أن الأديان التوحيدية حركت بهذه الطريقة. وهناك فيورباخ أدب بأصل الدين مقولة يقول يبدو أن هاي الشعوب الشرقية عندها مشكلة في يعني ما لا تعيش إلا بطريقة أنه الآخرين يقودونها،
تقدم الولاء والطاعة وتخاف من هذا إله جبار متعنت. وأتم هذا أدى صورة حلوة، ممكن أسوي حلقة عن مفهوم الله الشرقي بالنسبة عند يورباخ. والآن ما هي الحضارة؟ هي الحضارة كل منجز مادي، وكما قلت هي كلمة جاءت من الحضر أي سكان المدن. السؤال الآن ما هي العلاقة بين الدين ومناطق الحضر أو الحضارة؟ سؤال مو سهل طبعا، ويختلف بين دين قديم ما قبل توحيدي ودين شمولي سلطوي توحيدي. السلطوي التوحيدي يقول بكل شيء لصالح، يجير كل شيء ويضمه لمنطقته ويرفض أي شيء آخر، بل ويقرر إفناءه وتكفيره وسحقه بأي طريقة. وهذا فكما قلت أنه الدين التوحيدي لا يبني حضارة على الأرض ولا مدينة، إنما يبني مدينة في السماء. وعندما أشوف قديس أقصدين عند مدينة الله، وهاي مدينة فاضلة أنت موجودة في ذهنه. مدينة فاضلة هي ما بها شيء، مجرد قطيع، لما تفكر بها هي مجرد قطيع يتبع أوامر الله ويسير عليها كما يسير الكمبيوتر أو الروبوت. لكن الحضارة كائن أرضي مادي ملموس معاش. يعني حتى أضرب مثل بسيط جدا، حضارة هي كل ما يبقى بعد غياب الإنسان. أنت تدخل أي مدينة اعتبر ما بها بشر، أو مدينة مثل بومبا اللي قوها أثروا عليها بعد طمرها بركان سيزوف، إذا نسيت اسمه، فأثروا عليها قبل 100 سنة ووجدوا الناس كمان، فوجدوا مدينة كاملة والجاري مالتها معالم الحضارة واضحة، إنسان غائب أو ميت أو منتهي، لكن وجدوا هنا بنيان بها قوت بها طام للمجاري، وجدوا الملابس محددة، أكو مظاهر الحضارة. يعني الأثر المادي للإنسان هو معالم حضارة. الآن عندما الدين يغيب ما الذي سيخلفه الدين؟ لن تجد، مجرد تجد مآذن، وهذه المآذن لا تعني شيء، لا يمكن أن تفهم أي شيء. إذا يجي إنسان من المريخ أو كائن يجي من المريخ ويشوف مآذن ما تعني شيء، معمار. بس الدين هو كدين وينه ما تحس. لكن الحضارة شوف مباني، شوف حقائق عامة، تصاميم، شوف موسيقى، آلات موسيقية، تجد نتاج معزوفات نوتة موسيقية، تجد شعر، تجد أدب. عندما تجي للدين ماذا تجد؟ كلها أوامر ونواهي وتعليمات. هذا مو حضارة. وهذه هذه هذا يفسر ليش إنه دائما المادة ضد الدين ويكره الدين، لأنه تدمر مشروعه، تعطل كل قوة، تعارض كليا معه، فهذا لا يمكن أن يسمح الدين بها. هذا يوضح أيضا أمر مهم، لماذا الأديان التوحيدية لا تعترف بوطن ولا بأرض ولا مكان ملموس؟ لأنها أصلا هي كما قلت نتاج شعوب بدوية تنقلة، ارتباطها بالسماء وليس بالأرض. الأرض بالنسبة لها متاهة غير مفهومة، ولا حاجة لإدراكها. أما السماء فهي الدليل والمرشد والهادي والصراط عليه، وهاي السماء ممكن تشوفها يروها اللجوء إليها بشكل يومي، يصلوا لها ويدعوا لها ويرفعوا يعني علاقته بالعمودية مع العالم. وجعلوا علاقة الفرد مو علاقته بالآخر، مو علاقته أفقية بالآخر، لا علاقة عمودية هو بينه وبين الله. وهذه العلاقة غيرها رجل الدين إلى والصالحة وبالتحالف مع السلاطين. الآن أقول تعريفي الموجز للحضارة، هي كل ما يخلفه الإنسان بعد غيابه ويبقى شاهدا على أثره ومنجزه المادي والفكري والروحي. طبعا باللون الآخر هو التعريف أدق لهذا الموضوع، لكن اختصرت بأنه كل ما يخلفه الإنسان بعد غيابه. أعرف أنه مثلا أنه حكم على الدين يبدو متعسف وإطلاقي وفيه تعميم، لكن كما أثبتت لكم وقدمت لكم أدلة كثيرة على صحة هذا الكلام. وطبعا أدعو الجميع إلى أن يعني يفندون ما قلت ويطرحون رأيهم، وأنا ما عندي مشكلة أراجع أي شيء، لا بأس، أي معنى ما عندي. يعني ربما يقول بعض أنت عندك رغبة للإساءة للدين أو استفزاز المستمعين، أنا أقولهم لا، كما قلت عندي مستعد لتقديم، قدمت ما يثبت قولي، وراح أقدم بالجزء الثالث عن أتحدث عن صراع الحضارة والدين، وأيضا راح أتحدث عن العقل بين الدين والحضارة، وأتساءل لماذا يتصرف الدين بهذه الطريقة أو رجال الدين بهذه الطريقة ضد الحضارة، وهل أن الدين هو أداة فقط لفرض السلطة وليس لنشر الحضارة، وأنوه إلى علاقة العقل بأرسطو ورؤية أرسطو للعقل وعلاقة هذا الأمر برجال الدين، وأتنوه بالجزء الثالث إلى يعني الاستحواذ والسلب والنهب هو قانون ديني. يعني أختم بالقول بأنه إحنا سيقال أنه الدين يؤسس حضارة لا بأس، لكن سؤال المعاكس اللي راح يكشف حقيقة الأمر،
لماذا المتدين لا ينزعج إذا سمع شيخه يتحدث أو يقول أن الحضارات كلها وثنية وكافرة ولا تحكم بما أمر الله ويجب التصدي لها؟ هذا سؤال مهم. راح أخذ هذا الكلام من هذا من اسمه شخص دائر سلامة مستشهد بأشياء، راح أخذ جزء من كلامه عن هذا الموضوع. حديث طويل ممكن ترى يشوفون الموضوع نفسه بنفسكم، حديث كثير. يقول لم تقدم الحضارة الغربية للبشرية إلا التفرد والتوحد والركض وراء المال والشهرة والظن بأن التقدم التقني هو السبيل لرفاهية العيش، تلك الرفاهية التي قوام ميزانها أن يزيد الأثرياء أزداد الأثرياء غنى والفقراء فقرا، تلك الرفاهية التي زادت قدرة دول الاستعمار استعمارا ونهبا للخيرات وتركت باقي أمم الأرض نهبا للأطماع وتحت رحمة أباطرة الدكتاتورية وغلاة الاستعباد وسوء الرعاية. لم يعد بمقدور الغرب أن يواري سوءته، فهو أول من يهضم حقوق المرأة ويتكلم. يكفي أن ترى مثلا كيف تنهب أفريقيا، ثم بعد قرون من ملاحم الصراع بين العالم الإسلامي وبين الغرب، أذنت شمس المسلمين التي سطعت على إسقاء الأرض بالغروب، ما تعرف ليش تغرب يعني، ليش أذنت يعني، فأضحت بلاد المسلمين تموج بموجات استعمار عسكر. يعني ما يفسر، يعني يقول إنه لا، هي الشمس المسلمين غابت، يعني مو سبب الإسلام نفسه والدين نفسه، لا، هي الوحدة غابت. من يجي الاستعمار لا يقولها، شوف الإسلام هو سبب الخراب، شوف شلون يطفر عالمية الطفر المتعسفة. قبلها يقول مثلا، يقول انه لم تقدم الحضارة الغربية البشرية الا تفرد وتوحد، يعني هذا كل اللي قدمته الحضارة الغربية؟ كلام واضح، تحامل على هاي الحضارة الغربية اللي سمحت لك ان تكتب الان وتنشر وعندك موقع وسمحت، يعني اكو اشياء من قال انه الحضارات دائما كل شيء بها جيد؟ هاي الحضارة العاشورية من ألعن الحضارات، حضارة عظيمة جدا لكن من اشرس الحضارات واقساها على البشرية، وكانت تسب الشعوب وترحل الشعوب على مدى آلاف الكيلومترات. لا يعني لكن الحضارة الغربية، هل تستطيع أن تتخلى عن الحضارة الغربية؟ احجم وهاجم الحضارة الغربية مليون سنة، لكن هل تستطيع أن تستغني عنها؟ لابد أن نعترف بالحقيقة. فعلى كل حال أختم هذا الجزء وأشكركم على الاستماع وآسف على الإطالة وأتمنى أسمع آراءكم، وشكرا جزيلا ومع السلامة. So you've decided to invest in stocks. Better use Plus 500 Invest. What? He meant to say why.